احلى بسبوسة مكرملة ممكن تعملوها في حياتكم. شايفين بقى الترميلة عاملة ازاي واللون يجنن. وصفة سهلة وحلوة جدا جدا. احنا عملنا الوصفة الحلوة دي ازاي؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. بس الاول مرة اشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي عجب الفيديو يعمل لايك. يلا بينا نبدأ. المكونات بتاعتي عبارة عن ايه؟ عن كيلو من دي البسبوسة او السمولينا، ومعايا كوباية ونص من الميكس السمنة على زبدة، ممكن تكون كمان سمنة بلدي يعني المتوفر عندنا. معايا كوباية ونص من الحليب، انا عايزاه يبقى سخن، وكمان نص كوباية من المية هي كمان عايزاها سخنة، كوباية ونص من السكر، وكمان معايا معلقتين كبار او 3 معالق كبار من العسل النحل او الشربات التقيل بتاع البسبوسة. دلوقتي هحط السكر وعليه المية وكمان الشربات، واحطهم كلهم على النار. بعد ما حطيت السكر يتكرمل على النار، اول ما يبتدي يتكرمل انحراف كده ممكن في الوقت ده ابتدي اقلب فيه. قبل كده ما ينفعش اقلب خالص عشان ما يسكرش معايا، واحاول اخلي بالي انا مش عايزة الكرمل اللي يتحرق معايا، انا عايزة لون حلو قوي عشان يدي البسبوسة بتاعتي لون مكرمل وحلو. شايفين بقى اللون الحلو ده؟ يعني ناخد بالنا جدا اول ما نوصل للون ده، يعني خلاص دقيقة دقيقتين بالظبط واللون الغامق يبقى موجود معانا. مش عايزة الكرمل بتاعي يتحرق عشان ما يبقاش طعمه طعم الشياط، بس وكمان عايزة لونه يكون اغمق من الذهبي ده عشان يدي البسبوسة بتاعتنا لون حلو. وكده اللون بتاع الكراميل بتاعنا بقى جاهز معانا. اهم خطوه في البسبوسه بنات هو لون الكراميل، هو اللي بيدينا اللون الحلو. دلوقتي انا معايا اللبن طبعا مغلي، هحط معلقه معلقه بالراحه جدا. شايفين بقى؟ علشان بيفور هقلب بسرعه زي ما قلنا معلقه معلقه، وكل ما المعلقه تهدى هحط معلقه تانيه. دلوقتي بعد ما حطيت اللبن كله، انا نسيت اقول لكم ان انا قبل ما احط اللبن بطفي النار على الكراميل، وبحاول بقى بالراحه جدا افضل اقلب كده لحد ما كل السكر اللي اتكتل شويه معايا يدوب معايا بالشكل ده كده. شايفين؟ انا عايزه كل السكر ده يدوب. الكراميل بتاعنا بعد ما داب معانا بالشكل ده كده ريحته حلوه جدا، هنسيبه يبرد بدرجه حراره المطبخ، مش هنشتغل بيه ابدا وهو سخن. ممكن يكون دافي لكن مش سخن ابدا. دلوقتي هفضي البسبوسه بتاعتي في حاجه اكبر شويه علشان اعرف ابسها براحتي، وهحط عليها بقى السمنه او الزبده او زي ما قلنا الماده الدهنيه اللي عندنا. انا بقى عايزه اغلف كل حبايه من دي البسبوسه ده بالسمنه، فهقلبهم الاول بالمعلقه وبعد كده هفركهم بايديا. دلوقتي بعد ما بسيت البسبوسه بالماده الدهنيه كويس، هنزل بالكراميل بقى معايا كله. في الخطوه دي بقى انا هقلب، بس مش عايزه اقلب كتير، يا دوب تقليبه بس المكونات تتشرب من بعضها، ويبقى كده عندي البسبوسه بتاعتي جاهزه. ولو المقادير دي كتير عليكم، احنا طبعا ممكن نقسمها على مقدارين، يعني نص كيلو بسبوسه ونص المكونات الباقيه كلها هنقسمها بالنص. هحط باقي صوص الكراميل وهقلب تقليبه وخلاص، هيبقى كده الخليط بتاعي جاهز. دلوقتي في صينية عندي انا دهنتها مادة دهنية، هنزل البسبوسة بتاعتي بالشكل ده كده. هحاول بقى اسويها كده وافردها في الصينية على قد ما اقدر. عايز اقول لكم ريحة البسبوسة بجد، صوص الكراميل عامل ريحة حلوة جدا. دلوقتي هحطها في الفرن درجة حرارة 180 على الرف الاوسط. عايز اقول لكم لونها هيطلع حلو جدا، ممكن كمان ما نشغلش الشواية عشان الكراميل هيعمل لون على اساس ان هي اساسا غامقه. هنعمل الشربات بتاعنا، هنعمل ايه؟ هنحط كوبايتين من السكر، سوري كوبايتين من الميه، عليهم كوبايتين من السكر، وكمان عليهم معلقه من السمن البلدي، بتدي طعم حلو قوي. وهسيبهم يغلوا على النار، ولما يغلوا هعصر عليهم نص ليمونه، ويكون كده الشربات بتاعنا جاهز. البسبوسة اخدت اللون الجميل ده معانا، هي سخنة والشربات بتاعي سخن. هحاول اوزع عليها الشربات
شايفين بقى هي بتتشرب ازاي، بجد حلوة جدا. ودليل ان البسبوسة تكون ناجحة ان هي تتشرب الشربات بتاعنا معانا. وبكده البسبوسة بعد ما اتشربت معانا المفروض نسيبها تبرد على قد ما نقدر. انا بس عايزة اوريها لكم من جوه عاملة ازاي. شايفين بقى البسبوسة بتاعتنا شكلها يجنن، حلوة جدا. نشوفها كمان من جوه مع بعض. عايز اقول لكم الطعم بجد حلو جدا، طعم الكراميل واضح جدا فيها. شايفين بقى قد ايه هي مرملة جدا جدا. شايفين، انا بس عايزاكم تشوفوا الحلاوة دي. حقيقي وصفة حلوة جدا، طعمها حلو جدا جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واللي يجربها وتعجبه ياريت يسيب لي رأيه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.